لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. يقيمه يعني يستقر صلبه، صلبه اللي هو العمود الفقري، المراد منه الطمأنينة، وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في الركوع والسجود ونحوهما، بل هي ركن. عشان بس الواجب عند الشافعي رحمه الله ومالك هو الذي هو بمعنى الركن، ما عندوش تفرقة، اللي عنده التفرقة ده الإمام أحمد، وده أصح الأقوال. ولذلك هي الطمأنينة دي تركها عند الشافعي وأحمد يبطل الصلاة. بلاش أسئلة شفوية يا جماعة، عشان في ناس بتتشوش على عليها. وعند أبي حنيفة ليست بواجبة، لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر. ونحن نقول بوجوب الاعتدال، يعني لو نزل من الركوع على السجود دون اعتدال وطمأنينة فيه يبقى صلاته باطلة. يبقى يعني هذا ليس له وجه، هو بيرده بيحتج بمذهبه. الطمأنينة ليست واجبة لأن الاعتدال أمر والطمأنينة أمر، يبقى لا يلزم الوجوب، لأننا لا نقول بوجوب الاعتدال عشان مذهبنا عدم وجوب الاعتدال، يبقى ده كده حجة. ما هو ده ليس من ليس صحيحا. قلت: الحديث حجة على من لم يقل بوجوب الطمأنينة فيهما، في الركوع والسجود والاطمئنان والجلسة بين السجدتين، لأن الرسول قال: ثم ارفع، اركع حتى تطمئن ركعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. تعتدل قائما يعني الاعتدال ده لازم يلاقي لحظة العمود الفقري ايه استقر، ركن ايضا. وكذلك اذا بين السجدين قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يبقى الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها ايه ركن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن سعيد ابن أبي سعيد المخبوري عن أبي هريرة، وقال في آخره: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك،
وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذا الحديث متفق على صحته، هو أصل في بيان أركان الصلاة إذا جمعت رواياته كلها بزياداتها الصحيحة، وذلك أن هذا الرجل لم يكن على علم ومع ذلك لم يعذر في صحة الصلاة. نعم معذور في عدم الإثم لأنه لم يقصر ولم يكن يعلم، وإذا قصر في طلب العلم كان آثما، ولكن لا تصح الصلاة مع ترك شيء من هذه الأركان عمدا أو سهوا أو جهلا على أي الأحوال، لابد من الإتيان بهذه الأركان إلا مع العجز. يعني إذا عجز عن القيام، لكن ممكن تلاقي ناس جايبين لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة، إذا القيام ده إيه؟ ركن، يبقى اللي بيقوم يصلي فإذا قم إلى الصلاة. وطبعا الناس بنقول ليه برايح جاي وواقف ويقف في الطابور وساعة الصلاة يقول لك إيه؟ يجيب الكرسي، يبقى كده صلاته بطلة لأنه ترك ركن ليه؟ القيام. قال فأسبغ الوضوء، يبقى الوضوء كما أمره الله اللي هو وارد في الآية. في رواية تانية واستقبل القبلة، إن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. أخطأ فيها إذا كان مجتهدا خفيت عليه، يبقى فرضه الاجتهاد. أما إذا كان أي من نوم متلخبط أو دخل الجامع راح جاي ولا سأل ولا حمل راح جاي على الله أكبر، ناس تخش الحرم تبص تلاقيها بتصلي في ناحية تانية، حتى الحرم جوه الحرم لما كان ده الصلاة دي بطلة ما ينفعش تعدله. واحد دخل يصلي صلى تهيأ له كده ان ده حاطين المنبر بعد الجمعة يروح يحطوه في الجنب، راح جاي اتجه لاتجاه الايه المنبر، ده خطأ مش كده؟ الناس تروح جاي محولاه، لا تقول له تطلع من الصلاة وتايه تتجه للقبلة، الاتجاه القبلة ايه شرط في صلاة الصلاة. ثم اقرأ ثم فكبر، يبقى لابد من التكبير. ثم اقرأ ما تأثر، القراءة ما تأثر دي محمول على الفاتحة عشان الرواية بتاعت ابن حبان اللي انت قلقان عليها. ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ما قالوش يكبر بين الايه بين الانتقال، يبقى ده دليل على عدم وجوب التكبير، بنقول على عدم ركنية التكبير. يعني ايه الركنية؟ يعني ما الوجوب بيستفاد من الأوامر ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصرف هذا الأمر، وهذا الفعل الذي معه أمر صارف، معه أمر اللي هو يصلوا كما رأيتموني أصلي، بقى الأمر الوجوب، فاحنا بنقول بالوجوب لكن الركنية شيء زائد عن الوجوب. إذا ترك هذا يبقى يأثم إذا كان متعمدا، وصحة صلاته عند الحنابلة تبقى باطلة، ولكن إذا تركها سهوا جبر بسجود السهو. ثم اركع، إذا لم يأمره بتكبيرات الانتقال، والراجح أنها واجبة لأن الرسول كان يكبر في كل خفض ورفع. ولم يذكر في هذا الحديث قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، وما قالوش ذكر ليه الركوع، استدلوا به على انه الذكر مستحب، الصحيح انه هو واجب وليس بايه بركن. قال ثم ارفع حتى تطمئن او حتى تعتدل قائما، وهذا دليل على ركنية الاعتدال. الحنفية بيقولوا اركعوا واسجدوا، يبقى من الركوع يروح جاي نزل على تحت، تبقى صلاتهم باطلة لأنه ما رفعش بعد الايه الركوع. طب ذكر الرفع التكبير وبعدين ذكر الرفع من الركوع اللي هو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا من الواجبات أيضا.
ثم بعد ذا إلا المأموم فإن الواجب عليه ربنا ولك الحمد على الصحيح. ثم السجود التكبير له واجب، السجود نفسه ركن. هتفرق في ايه؟ اللي سابه سهوا ما ينفعش يرجع له تاني. انا نسيت ذكر الركوع بعد ما رفعت، ما ينفعش اركع تاني عشان اقول ذكر، يبقى انا كده جبت ركوعين، الصلاة تبطل. ها بالظبط، يجبر الواجب بسجود السهو. ثم بعد ذلك يكبر ويسجد. ذكر لم يذكر ذكر السجود، لذلك احتجوا عليه بعدم الوجوب، ونحن نقول ان ذكر السجود لو مره واحده زي ذكر الركوع هو ايضا من الواجبات وليس من الاركان. يعني لو واحد ما يعرفش نعلمه ايه؟ نعلمه الاركان بس عشان ما يتلخبطش، مش هيقدر يحفظها كلها زي ما الرسول عمل مع هذا الرجل. ده دليل على ان الجاهل اللي عمل الاركان تصح صلاته، والناسي اذا عمل الاركان تصح صلاته. ما يجيش واحد يبقى ايه يسيب سجدة مثلا، هنقولنا بعد السجدة الرفع والطمأنينة في الجلسة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، يبقى الجلسة والطمأنينة ركن. طب وذكر اللي بين السجدتين رب اغفر لي، او اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، تبقى واجبة ولو مرة واحدة رب اغفر لي. ثم التكبير والسجود، التكبير لم يذكر واجب، السجود ركن والطمأنينة فيه ركن. الطمأنينة يبقى قدر تسبيحة واحدة وربما أقل، المهم من اللحظة تستقر عظامه. ثم بعد ذلك ذكر السجود الثاني أيضا واجب، ثم يرفع. في الروايات قال حتى تعتدل قائمة، هنا مش موجودة الرواية دي، هنا السجدة الثانية والرفع منها. الرفع من السجدة الثانية مذكور في رواية في البخاري ثم حتى تطمئن جالسة، وفي رواية تانية حتى تعتدل قائمة، والاثنين دول في الصحيح. يبقى تحمل على ايه؟ كل ركعة بعدها جلسة. بالاجماع الجلسة الاستراحة ليست ايه؟ ركنا ولا واجبة. ماشي كده؟ عشان كده قلنا الا ما صرفه الايه؟ الدليل. يبقى يبقى جلسة التشهد الاوسط والايه؟ والاخير. اما الاوسط فبالاجماع ليست ركنا، ولكن في خلاف في وجوبها. يبقى الاصل ان هي ايه؟ واجبة، ما ينفعش. لكن لو واجب لو تركه يسجد للسهو اذا تركه سهوا، والجاهل لو ما يعرفوش صلاته صحيحة. وبعدين التشهد في التشهد الاوسط واجب ايضا وليس بركن. يبقى التشهد الاخير، الجلوس للتشهد الاخير هو ده الوحيد اللي ركن، عشان الرواية اللي فيها ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بعد السجدة الثانية، يبقى ده محمول على التشهد الايه؟ الاخير. التشهد الاخير والتشهد نفسه ما امرش به في ولا رواية من المسيء حديث المسيء صلاته. وبالتالي فالصحيح ان التشهد واجب وليس بركن، ولا يجوز تركه عمدا، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند طاووس الاستعاذة من الاربع. ثم التشهد الاخير ما احنا قلنا استعاذة من الاربع عند طاووس، هو اللي بيقول بالوجوب. التشهد الاوسط ماله؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط الصحيح أنها مشروعة، الوجوب نادر، الاستحباب قول الشافعي. لكن لو حد قال بي يعني نقول بي، أنا يعني أقول ظاهر الأمر الوجوب. حضرتك في صلاتك بتقول؟ طبعا بقول،
انا بقول التشهد بعد التشهد بقول الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لان ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نصلي عليه؟ ما بقاش بخله وما بقاش ابعده الله. ثم السلام برضو مش موجود في ولا حد روايه من احاديث المسيء صلاته. يبقى السلام ايه؟ واجب. طب ما ابن مسعود بيقول يفرض علينا، ما الفرض ده اشمل الواجب والايه والركن، لان الواجب تصح الصلاه بدونه اذا ترك سهوا او اذا ترك جهلا، واما الركن فيقال لكل من تركه ارجع فصلي فانك لم تصلي. يبقى دي حديث ده هو اصل ايه اركان بيان اركان الصلاه. ايه تسليمتين، التسليمه الاولى واجبه والتسليمه الثانيه مستحبه عند جماهير العلماء، يعني يجوز ان يسلم تسليمه واحده. الركن بقى في الحاله دي عشان يفصل بين صلاته وبين غيرها، عشان ما تقعش افعال مبطله بعد الصلاه، يبقى نيه الخروج وجوب التسليمه الاولى. لا فيها خلاف طبعا، الحاجات اللي احنا بقى من اول الطمأنينة دي فيها خلاف. يعني الطمأنينة الحنفية بيقولوش بالطمأنينة، بيقولوش بركنية ولا وجوب الرفع من الركوع ولا الفاتحة، بس نوى الخروج. من نوى الخروج من الصلاة صحت صلاته وترك الواجب. تحليلها التسليم، ما هو ده الواجب، ما ينفعش لو كان ناسي هنقول له ارجع اسجد للسهو، او ارجع قول التشهد واسجد للسهو للزياده اللي انت زودتها. لكن هو السلام الواجب ان يخرج به، ولكن اذا نوى الخروج قد تمت صلاته. السنه في التسليم، تسليم عن اليمين وعن الشمال، ولو سلم تسليمة واحدة فتلقاء وجهه. نستكمل الموضوع ده المرة الجاية إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.